السلام عليكم ورحمة الله. كوين على فورا بيندن كيرا بامبا كان صالي من كندا. إن كتاب طبعا دوينز كوي إلى مدرس فطبعا مدرس دولة زي بالانجي طبعا في كل نهاية الأسبوع بدو كتاب عشان يقراو وأنا قاعد أجيب لهم كتب في مكتبة. فدوين كوي إبراهيم طبعا سنة ساسا كينا سابا دويتي. فنهاية الأسبوع الليلة يوم الجمعة هو جاب كتاب ألان كسايدين أنا نجيرين فيها. طبعا كتاب ده 255 صفحة. فكتاب ده اسمه فاك مونستر. فكتاب إن مس أوتانا تولينسكي أوتانا جمالسكي. فلما جينا هنا في الصفحة في الصفحة صفحة 64 طبعا من الصفحة ده عند الدول في الصفحة هنا ده عند الميبلو في دول من دول بتاع العالم كله. حقيقة دولان نمان دين بيرغين دين لون عالم بتاعت الدولة دين لون. فلكن أحلى حاجة لما أنا جيت في صفحة السودان في صفحة 64 يعني 64 لما جيت أنا السودان طبعا عندك ساوث أفريكا وعندك سيراليون وعندك إسبانيا وعندك هنا سوريا والتايوان طيب السويد السويد لما هنا السودان ليل. شوف هنا يا اخوانا شوف في السودان هنا بقول السودان ليل في السودان هنا يقول انه طبعا الكتاب ده عمله في 2007. شوف لما جيت انا السودان يقول لك انه السودان في افريقيا والعاصمه اسمه خرطوم والاريا المساحه والبوبليشن بتاعته والحكومه واللغات اللي موجوده في السودان والأملة كان دينار طبعا يتغير. لكن الحقيقة شيل أنا جيت هنا أنا الحقيقة أنا الحرب الأهلية في السودان. شوف يا إخواننا كتاب إن ديل كندي شوف الكنديين بيدرسوا أطفالهم وهم صغار في سنة خامسة وسادسة بيدرسوهم إنه هنالك في السودان في إبادة جماعية وفي تطهير إرقي. شوف حتى اللي يقول لك بخط أحمر للطفل يقول له did you know يعني سؤال ان السودان ده كان فيه حرب اهلية خطيرة جدا جدا والناس ماتوا 300,000 نفر ماتوا في دارفور والناس اللي قتلوهم هم ميليشيا بتاع العرب. شوف هنا واضح بيقول لك انه عرب ميليشيا هم اللي قتلوا الناس في دارفور. يعني اي طفل كندي قاعد في السنة الرابعة وخامسة وسادسة لما يدرس انا السودان بيعرف انه هنالك في حتة اسمها دارفور وهنالك عرب ميليشيا عملوا عبادة جماعية وتطهير ارقي وقتلوا 300,000 نفر في دارفور. فيا اخواننا لازم اخواننا كان دولاس يدرسهم بقى انا الحقائق في دارفور. طبعا في بعض الناس نين كمان كويس اتكين افا دايم برون على ديسان دايم برون دين ان ياسان ابا يا زول دين كويس من اسا علمنجا ولدك من عمره سنتين ابا جين جوسا كوي تيكين بجي جانس جي تيجي الولد عمره سنتين ايو ربس جون من وين سين يلب لغايه ما نين وين سين يلب. ففي الحقيقه ده خوانا كان دولاس درسن با كين خواجاتك كين دولاس درسن كوي. شوف كين خواجاتك كين دولاس درسن كوي انا الحقائق اللي حصلت في دارفور. فلكم التحية ولكم التقدير لكن يخوة كان دولاسي ألي من با يعني دا برو كارس ألي أنا دايم برو يعني. شكرا.